تجلي ارحم ذلي يا متجلي ارحم ذلي. أيها الإخوة الكرام، ما معنى هاجر؟ هي فعل رباعي وفيه هجر، لعل المعنى أنك إذا كنت في بيت ولم يعجبك تهجره فقط، هجر. لكن إذا كان هناك مضايقات لا تحتمل لا نقول هجرت البيت، هاجرت من البيت إذا في مضايقات. فالصحابة الكرام لو أنهم في مكة سمح لهم بنشر دينهم وإقامة شعائر ربهم ما في داعي يهاجروا، إلا أن المضايقات والتنكيل والتعذيب والضغط والحصار والقتل أحياناً هذا دفعهم إلى الهجرة. فينبغي أن نفرق بين فعل هجر، يعني هجر من طرف واحد، أما هاجر في فعل مشاركة، يعني في جهة ضغطت عليك وكان رد فعلك أن تدع هذا المكان. يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلي، يا متجلي ارحم ذلي.